بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في هذا الفيديو اللي هنقدم فيه موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي المعتمده على يعني البحث العلمي وكيفيه تطوير البحث العلمي. الموقع بيهتم بفكره ايجاد ابحاث تفيدك في الكتابه، يعني انت بتبدا ببيبر او بتبدا ببحث معين ويجيب لك البحوث ذات الصله او المرتبطه بالموضوع. مش بس كده، بيسمح لك ان انت بتقسمهم الى فئات وفقا لطرق مختلفه او كلمات مفتاحيه او اهم المصطلحات اللي موجوده في بحثك. طيب عشان نسجل في الموقع بمنتهى السهوله بنروح على كرييت فري اكونت، ومن هنا قدامك حاجه من الاثنين، يا اما طبعا لازم تقول اي هاف ريد، دي اهم خطوه، وبعدين يا اما انت عايز تكمل بطريقه عاديه او تخش من خلال الجيميل. اول ما بتخش من خلال الجيميل بيسالك شويه اسئله سريعه ثم تبدا الدخول على الموقع على طول. اول مره بتدخل على الموقع عايز تستفيد من الموقع بتروح على اللايت مابس هنا وتقول له انا عايز اعمل لايت ماب جديده او اعمل خريطه او اعمل خريطه باهم الابحاث اللي انا ممكن تفيدني. لو انت عندك بحث يعني هنا طبعا اول حاجه بيسالك ايه عنوان للخريطه دي، خلينا نسميها لاهم متغير عندي مثلا انا في بحثي وهو السايبر بولينج، هسميها كده واقول له دان. تبدا بعد كده الخطوه ان هو يسالك انك انت يا ترى، طبعا هنا بيوريك بعض الحاجات اللي ممكن تمشي بيها، لكن يا ترى انك انت عندك مقاله معينه عايزه يبدا بيها، لو انت عندك ممكن ترفعها او تحط عنوانها، احط الدوكيمنت اي دي بتاعتها، ايا كانت الطريقه. لو ما عندكش اتركه هو يبحث لك، قول له اد دوكيمنت. فهنا شايفين حاجه اسمها سيرش وحاجه اسمها امبورت، لو انت عندك مقالات، لو انت طبعا حتى لو كانت زيتورو او زوتيرو بتعملها، لو انت عايز تعمل كاستمز بتعمل خليط ما بين اكتر من حاجه. نفترض ان انا ما عنديش مقالات، يبقى هعمل ايه؟ هقول له والله انا عندي بعض المصطلحات المهمه زي مثلا السايبر بولينج، ده مصطلح مهم عندي، وعندي كمان حاجه اسمها سيلف افيكاسي، ده مصطلح مهم عندي، وعندي كمان الايموشنال انتليجنس. مثلا الايموشنال انتليجنس دي اهم المصطلحات اللي عندي. هل انت عندك ابحاث؟ هنعمل سيرش وفي خلال خلال ثواني قليله هيجيب لك، هيبحث قاعده بيانات كبيره جدا، هتبص عليها تبص تلاقي انك انت عندك ابحاث كتيره، تلقي نظره عليها وتشوف مين اللي فيها. يعني البحث الاولاني رابط ما بين السايبر بولينج والايموشنال انتليجنس، ده بحث مناسب وكمان عدد السيتيشن فيه كتير، كتير الناس استشهدت بيه. ده بيربط ما بين المتغير الثاني السيلف افيكاسي بس بيتكلم على السايبر بولينج بيهيفير، برضو ممكن. تعال نشوف كده، هنا برضو بيتكلم على السايبر بولينج والسيلف افيكاسي، ده ممكن يعتبر مناسب، بس هنا السيتيشن صفر، ده مش مناسب لان عدد السيتيشن، طبعا خلي بالك اقول لك احنا بنوريك عدد معين من لو انا كده ضغطت كده بيقول لك طبعا البحوث كتيره، فانت ممكن انك انت تشوف عدد يعني لغايه 8000 بحث. طب هنا مثلا السيتيشن زيرو، هنا السيتيشن 70، وبرده السايبر بولينج والبادي سيلف والسوشيال سبورت والسيلف افيكاسي ده مناسب. اذا انا الى الان عمال اعلم على مقالات على اساس انها تكون مناسبه، واخد برده مقاله ثانيه وهنا بيتكلم على السايبر بولينج برده والسيلف افيكاسي، فممكن ان انا اخده. انا كده لغايه دلوقتي اخترت ثلاث مقالات، طب بعد كده اعمل ايه؟ هقول له كلمه دان. دان معناه ان انا خلصت. بدأ يجيب لي الثلاث مقالات اللي انا اخترتهم بهذا الشكل. اقول له بقى هات لي ابحاث ذات صله بالموضوع، اقول له اكسبلور ريليتد، هيبدأ يدور ويبحث في قاعده البيانات اللي شايفين كبيره جدا، وطبعا بيحاول يساعدني في ان كان الموضوع واضح. يعني اشمعنى دول باللون الغامق اللي هو الاسود الغامق؟ لان دول اللي انا اخترتهم، دول اللي انا اخترتهم. كل ما تمشي جهه اليسار، خليني كل ما تمشي كده بيبقى البحوث اكثر حداثه، كل ما تطلع فوق كده السيتيشن كتير، يعني كده حداثه اكتر. ولذلك انا لو اخدت مثلا شفت البحث ده، ها بيقول لي البحث ده سنه 24 مظبوط، والسيتيشن بتاعته كام؟ صفر. بينما بحث زي ده السيتيشن بتاعته اكتر من 3000، لكن ده سنه 2008. يبقى احنا كده كل ما نطلع فوق السيتيشن اعلى، وكل ما نمشي كده التاريخ بيبقى ايه؟ بيبقى احدث. طبعا احنا مقاله زي دي 2021، ايوه ماشي، لكن السيتيشن بتاعتها 242، عشان كده جت في الكورنر ده. احنا دايما النوع ده من البحوث بيبقى ممتاز جدا، حديث وفي نفس الوقت عليه سيتيشن كتير، حديث وفي سيتيشن كتير. افرض انا لقيت البيبر ديت وبصيت عليها كده
بصيت عليها وقريتها، وزي ما قلت انا ممكن ان انا اضغط ضغطه هنا فيجيب لي البيبر نفسها وابدا ابص عليها والقي عليها القي عليها نظره، وممكن اعمل داونلود للارتيكل دي لو عجبتني اقول له بص بقى انا البيبر دي انا ممكن اعتبرها ايه مور لايك ذس، يعني هات لي مش زيها، يعني خليها لي كمان انها شوف لونها اتغير ازاي، بقت غامقه زي التانيين دولت. ليه؟ لانها معناها انا اخترتها. يبقى انا لما بضغط عليها كده واروح اقول له مور لايك ذس بيقول لي بيعملها لي زي ما انتم شايفين كده بهذا اللون، معناها انها اصبحت برضو سيدز او بذره لمقالات اخرى. طبعا اعمل كلوز برضو ده كده، اعمل كلوز. طيب ممكن اعمل ايه؟ افرض انا بقى دلوقتي عندي مقاله زي دي كده او حاجه زي ديت او حاجه زي دي كده. طبعا خلي بالكوا هنا ده جزء انا خاص بيه، ممكن اعمل اكسبورت للكلام ده، وهنا عندي حاجات خاصه بيه ان انا اكبر اعمل زوم ان وزوم اوت نفس الكلام هنا، وممكن في نفس الوقت اغير التوجهات. كل الكلام ده هو ايه؟ كل الكلام ده ممكن ان انا اقدر اعمله من هذا الجزء اللي هو موجود في الكورنر هنا اهو. طيب لو انا جيت بقى بهذا الشكل وهذا الوضع، افرض مثلا لقيت مقاله زي دي كده وضغطت عليها ضغطه زي ما انتم شايفين بيقول لي اعمل ريفريش لان انت اضفت مقاله، فالمقاله اللي انت اضفتها دي ممكن انها تجيب لك مقالاتها اخرى، فخلينا نعمل ريفريش. عملنا ريفريش والمقاله بتاعتنا جابت او ارتبطت بمقالات اخرى. لما بقف على اي مقاله زي دي كده بيجيب لي زي ما انتم شايفين كده، ممكن الغي بقى الجزء ده كده خلاص. نفترض يعني انا خلصت وقمت جاي واقف على المقاله من المقالات ديت زي ما انتم شايفين، اي مقاله من دول بضغط عليها بهذا الشكل ممكن ان انا يعني اقدر ان انا احولها واقدر ان انا ابني عليها واجيب مقالات ايه؟ مقالات اخرى. طيب لو انا مثلا برضو لو انا رجعت بقى الى الجزء الاساسي بتاعي بهذا الشكل، دي طبعا الجزء الاساسي، وعملنا قلنا ريليتد وبدا جاب لي المقالات زي ما انتم شايفين بهذا الشكل. كل مقاله من المقالات دي مجرد ان انا اختارها بتظهر في هذا الجزء، وشايفين بعضها اوبن اكسس يعني ممكن اوصل للمقاله واجيبها، وممكن اقول له اخد كده في قائمه هنا بيقول لي اكسبورت لو انت عايز يعني تصدر الكلام ده، او ان انا اخد المقاله دي او المقاله دي بصوره خاصه واعمل لها خريطه جديده ابني عليها المقالات، او ان انا اشوف المصدر بتاعها واعمل لها اديت او اعمل لها ريموف. كل ده ممكن يتم من خلال هذا الايه الجزء. كمان عندنا حاجه مهمه جدا هي حته الريكومنديشن دي كده، لو ضغطت عليها ممكن اشوفها في اكتر من طريقه. ممكن اقول له اعملها لي في شكل دايره زي ما انتم شايفين في النص المقالات بتاعتي اللي انا اخترتها، وفي الحروف بتاعتنا هي المقالات ذات الصله بالمقاله بتاعتي سايد باي سايد، ممكن نعملها لي كده جنب بعض بهذا الشكل زي ما انتم شايفين. كل دي عباره عن حاجات باي اوثرز وفقا للمؤلفين، شايفين اسم المؤلف ظهر عند كل واحده من دولت، كل لو انت بتدور على اسم المؤلف اللي انت عايز مهتم اسم مؤلف. لاحظوا ان انا ممكن هنا هو بيقول لي سيرش سيتيشن اند ريفرنس، لكن لو انا عندي كومن اوثر انا عايز مقالات بس كل مؤلفين معينين، لكن دي طبعا بالاشتراك او سيميلر تكست، لو ضغطت على اي حاجه من دولت وقلت له سيف بيقول لي لازم تشترك، فخليني في النسخه العاديه احسن. طبعا احنا كده رجعنا لهذا الجزء، لو انا عايز اعمل شير الكلام ده مع حد بيقول لي انت عايز تعمله بابليك لينك ولا عايز تبعت له ايميل، برضو كل الكلام ده هو وارد وممكن. افرض ان انا عايز اخد صوره من الكلام ده هو بتتحول بقت شكل اللايت ماب زي ما انت شايف هنا، واقول له اكسبورت للفيجرز ده هو، واقوم جاي طبعا هنا انا بحدد خصائص الشكل انا عايز ازاي، بعدين اقول له من خلال الايقونه اللي موجوده تحت دي ضغطه بتتحول الى هذا الكلام. طبعا في حاجه هنا قلت انا ممكن من الحاجات دي ان انا ابدا اضيف لها تاجز معينه، يعني مثلا كلمه اد، طبعا هنا اد ممكن اضيف مقاله كتيره وابدا اشتغل تضاف للمقالات الموجوده. هرجع مره تانية وخليها مثلا في الصوره الستاندرد، في الصوره الستاندرد الصوره التقليديه اللي هي كل ما نمشي كده نلاقي التاريخ يزيد او احدث ونطلع فوق السيتيشن. من الحاجات الجميله جدا ان ممكن اختار اي بيبر من دولت هنا واروح على العلامه ديت علامه التاج واقول له نيو تاج. افرض ان انا ان المقاله دي عايز استخدمها مثلا، لان المقاله لو انا بصيت على المقاله ديت من خلال محتواها انها مناسبه جدا لفكره مقدمه البحث حوالين البولينج، فانا بقف ان هو جارح على التاج هنا واقول له خليه كده ايه الانترو بتاعت البولينج، واقوم جاي قايل له دن. لاحظوا حضراتكم ان انا اصبح عندي دلوقتي في الجزء ده كده لو رجعت
للجزء الاساسي اللي هو بتاعي، رحت شفت كده بقى في حاجه اسمها انترودكشن البولينج، اتحطت فيها المقاله ديت. ممكن طبعا اضيف مقاله اخرى بنفس الطريقه، هنا طبعا المقاله بتاعت هندوجي، هنا برضو هنا سايك والزبيرو، كل الكلام دوت انا ممكن انا اربطها بزوتيرو وتجد الكلام ده هو اي مقاله من المقالات دي زي ما انا قلت نقف هنا هو كده، هقول له اعمل لها تاج، والتاج ممكن زي ما قلت احطه في الانترودكشن، لاحظوا لونها اتغير. لو رحت عند مقاله تانية وقلت ان المقاله ديت لا دي ممكن تنفع مثلا، هتفيدني قوي في الادوات لما اجي اتكلم على الادوات، اقول له الميجرز واقول له هنا طبعا كرييت ميجرز، بقت لونها لايح لون مختلف. يبقى كل بحث من الابحاث وانا بلقي عليه نظره كده اقدر احدد هو هيقدر يفيدني في ايه، وبالتالي باجي هنا هو عندي الجزء ده بتاع تاج، واقوم جاي حاطه مثلا نفترض ان ده هيفيدني بالديسكشن. وطبعا ممكن التاج البحث الواحد يشترك في اكتر من حاجه، يعني ممكن تكون دي في الميجر وفي الديسكشن، واقوم جاي قايل له كده خلاص انا كده لقيت، لاحظه لونها بقى نصها كذا ونصها كذا، خليني بس اعمل زوم، يعني شيء جميل يعني والله. البحث العلمي بقى في منتهى اليسر، لاحظوا هنا ليه معموله متقسمه كده، لانها معناها انها يعني بتستخدم في اكتر من حاجه في نفس الوقت. في مجال التاج زي هنا بقى في اللي في الديسكشن، هبص الاقي مجموعه الابحاث اتجمعت اللي ممكن استفيد بيها في الديسكشن اهي، وممكن طبعا اصدرها واحدد عايز اصدرها ازاي، كل الكلام ده ممكن جدا. وبرده نفس الامر الميجرز بقى ليه ابحاثه، والانترودكشن بقى ليها ابحاثها، وكل ده موجود بالسيتيشن بتاعه بكل حاجه، يعني فكره السيتيشن موجود، وعندي قد ايه سيتيشن وعدد الريفرنس والبحث اهو. ولو كنت عايز اعمل له اكسبورت بعمل له اكسبورت، بيقول لي عايز تربطه بزيتيرو ولا عايز ايه نوع الطريقه، عايز سي اس في ولا بيب ولا ار اي اس، شوف انت عايز تصدره ازاي وتاخد البحث عندك. وهنا شايفين بقت عندك خريطه يعني تفاعليه ممكن طبعا تتعامل معاها وتبدا انك انت تبني عليها وتلاقي الابحاث بتاعتك وتلاقي حاجات اوبن اكسس. شوف ده بقى هتلاقي كلمه انترودكشن، لكن لو ضغطت على دي ابص هلاقيها في حاجتين الديسكشن والميجر. الطريقه طبعا بقت جميله واحترافيه. اتمنى يكون الفيديو ده مفيد لحضراتكم. دايما في نهايه اي فيديو بقول لك عجبك الفيديو اعمل له لايك، تعرف حد يستفيد بيعمل له شير، في جميع الاحوال اوعى تنسى تعمل سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.